المجد للمغردات والمغردين صباحا وفي كل الأوقات. هذا ريتويت يحييكم ويقترح عليكم 7 دقائق جديدة حول مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت ومن لف لفة بالعالم العربي والمهجر من مونتي كارلو الدولية. هذه سلامات من ريتا خوري ومحمد كلاش. صباح كلاش. صباح خير ريتا. نبدأ من العدل والعدالة من فرنسا أولا، وتحديدا من قصر العدل المستقبلي الذي سيرى النور عام 2017، والذي ما إن وضع حجر الأساس فيه حتى قامت الضجة من حوله والقصة وما فيها. القصة وما فيها أن وثيقة رسمية كشفت أن الإنترنت سيكون محظورا في قاعات المحاكم، كما أنه لن يكون هناك أماكن مخصصة للصحفيين في هذه القاعات. الإنترنت والهواتف النقالة كذلك الأمر، وهو ما أدى إلى موجة اعتراضات كبيرة على مواقع التواصل. نعم، أثر الخبر ضجة في أوساط الصحافة المختصة كذلك الأمر، والتي اعتادت نقل ما يحدث خلال جلسات المحاكمة مباشرة، وداعا للتغريد المباشر أو لايف بلوغينج الذي من حيث المبدأ لا يمنعه القانون. رابطة الصحافة العدلية بريس جوديسيير صرحت أنها لم تتمكن من معرفة من يقف خلف هذا القرار. البعض رجح أن يكون الدافع الأمني سببا أساسيا له، والغضب اجتاح أيضا صفوف المحامين. سيكون شكلنا غاية في الذكاء في قصر العدل المقبل، ونحن ندافع بلا إنترنت عن موقفين يمتلكون هواتف خلوية في زنزانتهم غرد ماتر أيولاس. الصحافة وأدواتها أطفال عدالة المستقبل المنسيون حسب ما جاء في تغريدة كريستيل. لورانق طرح ساخرا أن يمنع الصحفيون من الدخول أساسا. ماتيو دلاوس فكرة قد تكون صالحة للسجون وليس لقصر عدل غرد. ومارين اعتبرت أن في ذلك مخالفة للقانون الذي ينص على الإعلان عن ما يجري داخل قاعات المحكمة. وماتيو أدلى بمعلومة في تغريدته، قال هذه القيود تقتصر على قاعات المحاكم، ولكن سيكون هناك صالة مخصصة للصحفيين لإرسال مقالاتهم. أما فابيان فغرد بجملة واحدة: عدالة القرن 21. دائما في العدل والعدالة، ولكن هذه المرة في مصر. في مصر بعد أن أخذت قضية تصريحات وزير العدل مداها بعد أيام من الأخذ والرد على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بتقديم استقالته أو إقالته. تصريحات أتت في إطار إجاباتي على سؤال حول ما إذا كان يمكن لابن عامل النظافة أن يصبح قاضيا. نستمع إلى جزء من المقابلة. لو ابن عامل نظافة ممكن يتعين؟ برضه هو يعني طبعا عمل قاضي المفروض برضه يكون من وسط مناسب لهذا العمل، مع احترامنا لعامل النظافة ولمن هو أقل منه أو أكثر منه. فضروري يبقى الوسط البيئي الذي بينشأ فيه القاضي ضروري يكون مناسب. وكتر خير عامل النظافة اللي ربى ابنه وخلاه يحصل على شهادة، لكن لما لو ده عمل بالقضاء هتبص تلاقيه حصل له حاجات كتيرة، اكتئاب نفسي وي 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 وي. يعني مش هيستمر. وبعدين برضو القاضي له يعني مع احترام الكل عامة الشعب، القاضي له شموخ وواضعه، فضروري يبقى مستند لوسط محترم ماديا ومعنويا والكلام ده. محمد مرعي كان أول مغرد أطلق هاشتاج أقيل وزير العدل، الذي ضم نحو 15,000 تغريدة حسب إحصاءات جبرتي تويتر. وقد استمر التغريد في هذا الهاشتاج كلاش حتى ساعات متأخرة من هذا الصباح، لكن هذه المرة تعليقا على إقالة وزير العدل أو استقالته. ياسر الزعاتر غرد: المجد للزبالين والفقراء الشرفاء والعار للنخب العنصرية. محمد عبد العزيز اعتبر في تغريدته أن إقالة الوزير خطوة في مشوار طويل لتغيير سياسات منظومة العدالة في مصر، ومكملين في بلاغ الحقانية للنائب العام لمحاكمته. محمد الجرحي كان من المقتنعين بأن الحملة على شبكات التواصل أتت ثمارها، فغرد قائلا: فرحان جدا بنجاح حملة أقيل وزير العدل وتقديم الوزير استقالته، شكرا لكل من ساندها ودعمها وانتصر للعدل، دافعوا عن قضاياكم ولا تيأسوا. محمد البرادعي ذكر في تغريدته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول: لكل شخص بالتساوي مع آخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده، مضيفا: عندما يغيب مفهوم العدالة عن وطن لا يبقى منه شيء. هنا لابد من التنويه بهاشتاج من وحي القضية بدأ يلقى نصيبه من التداول، وهو هاشتاج لو أبوك عامل نظافة. كنت تجدين فيه تغريدات من نوع تلك التي تركها مهتدي رجب: لو كل عمال النظافة أضربوا لمدة يوم حنعفن، لو كل القضاة أضربوا لمدة يوم العدل
حيسود مصر. وجهة نظر، لكن هناك فكرة مختلفة كنت تجدها من حين لآخر كلاش مفادها أن ما قاله وزير العدل وأصر عليه على ما يبدو بعد إقالته يعكس رأي المجتمع، وأن ما قاله لا يعني فردا بل وجهة نظر مجتمع بأكمله. في الفكرة بدت واضحة في تغريدات كهذه: معظم الناس اللي بتشتم وزير العدل لو جه يتقدم لبنتهم ابن عامل نظافة حيرفضوا، العنصرية موجودة في الشعب ككل مش في وزارة العدل. هيك غرد عماد أنيس أو تغريدة محمود تحت هاشتاج لو أبوك عامل نظافة مش هدخل لا قضاء ولا نيابة ولا شرطة ولا كلية حربية، هو ده الطبيعي حتى بعد استقالة الوزير، فبلاش نفاق في الفاضي. وعن لغة الإيموجي أو سمايلز سنحكي الآن، وهي الوجوه التعبيرية والرموز التي ذهب البعض إلى تسميتها بلغة المستقبل. ريتا، هل تتحدثين الإيموجي؟ أتحدث الإيموجي، ولكن أحتاج إلى قاموس من حين لآخر لتفكيك بعض الرموز. الإيموجي مصطلح وابتكار ياباني يعود إلى العام 1999، وهي رسوم تصويرية تعبر عن المشاعر بدل الكلام، وأصبحت لغة أساسية بين اللغات الإلكترونية. منذ عام 2011 بلغت الإيموجي ذروتها منذ أن قرر ستيف جوبز إدخالها إلى الآيفون. بعد ذلك بسنتين لحق به أندرويد إلى أن وصلت حتى إلى شبكات التواصل. فربع الرسائل على إنستغرام تحوي الإيموجي، كما أنها صارت متاحة على فيسبوك وتويتر. ودراسة أظهرت أن إيموجي القلب الأحمر وكل ما يتفرع عنه من قلوب يتم إرساله أكثر من مليار مرة في اليوم الواحد، بينما يمتاز الوجه الباكي من شدة الضحك بشعبية كبيرة، يليه الوجه الحزين. دراسة أخرى أظهرت مثلا أن القلب الأحمر هو من أكثر الإيموجي استخداما في فرنسا، بينما تحتل جعة البيرة وإبرة المخدرات المكان الأكبر في استخدامات الأستراليين وإيموجي رياضات لدى الكنديين. سيكون لنا حديث لاحق حول الإيموجي لتفسيرات أخرى في حلقات أخرى، أعتقد أنه من المهم جدا. شكرا لحضورك، شكرا للمستمعين، إلى اللقاء.